صباح الخير صباح الخير صباح الخير. نار القهوة صد. ايه يا ربع، طبعا نانيت قاعد تسولف بتليفونها يمي برا. بسم الله عليها مزعجة. خلاص نانيت بتسافر بتسافر بتروح، وهي رادة قالت لي مدام I don't want to come back عشان أخوها بيتزوج عليها بالعافية. طلبت واحدة ثانية من زمان، من أول ما قالت لي شو قالنا نيت يعني أطلب شو، تقول لي إيه مدام، لأن أنا أخوي بيتزوج وبنتها قاعد تكبر وكذي. فقلت لها أوكي ما عندي مشكلة، وقاعد تقول لي يمكن، قلت لها لا مو يمكن وتوهقيني. المهم كان أطلب واحدة ويدقون علي، قلت خلاص، قالوا وصلت شهرين وشي. شو قال لا هي مريضة. عفوا ليش ما بلغتوني مريضة من زمان؟ تخيل أسبوع ليها بتروح. أمانة أنا مقهورة. بقول لكم قصة قصيرة. مرة لا الفيديو اللي ورا. يلا القصة القصيرة تقول لما ساعات واحد، مو قصة قصيرة، معلوم حكمة بس من كيفي. أوكي، ساعات لما الواحد يكون تعبان وايد عادي يصور ويطلع يضحك يستانس، لأنه ما يصير موات، لأنه نص المرض أو نص العملية أو نص الجراحة أو نص الشيء اللي أنت تعاني منه نفسيا، فعادي تطلع تضحك تسولف. واحد اثنين، يمكن انت قاعد تطلع وتسولف وتضحك in public وانت قاعد، وانت منسدح، يعني مو منسدح يعني قاعد مريح كذي، فهذا مو معنات هذا انك انت مثلا لما ما تصور مو تعبان مو مريض. يمكن انت تحت قاعد للنص انت زين، للنص الثاني انت قاعد انزين، فيمكن انت تطلع النص القابل للنشر. حلو الكلام. فالموضوع ما فيه وحده، جزاها الله خير، راح مودي لها وحده ووحده، ما نعرف لها الوحده ولا نعرف الوحده، بس اعرف سالفتهم. المهم شرقوها يا جماعه، هذول اوراق أنا مريضة وتعبانة وكذي، وأصلا ما تقدر تي داوم هالوحدة. جا تقولها أشوفها تطلع سنابات وتروح وترد، وما جا تقولها الوحدة الثانية اللي ما نعرفها، جا تقولها ليش صورت نفسها كاملة، يمكن من تحت متكسرة، يمكن من تحت مجبسة نص جسمها، قاعد طلع النص اللي تقدر تسولف فيه. فلا تحكمون على حد عشان قاعد يطلع يستانس إنه هو ما في شيء، لا عادي يمكن عرفته، فعادي واحد يسولف يضحك يسولف هو يعني عادي، بس لأن نص الأشياء المرضية أو العمليات أو الأشياء هذه نفسي، فأنت لازم تضحك تسولف الشيء اللي أنت تسويه، يعني ما تقعد ما أنا مريض أنا تعب، ما يصير عادي أنا مريض، بس عادي أطلع إذا قدرت أطلع. وايد أيام مثلا ما تقدر تطلع ما تطلع عادي، ربعك يولك ونزونك يكونوا يسولفون معاك ويتغشمرون، ولا عادي أهلك يقعدون معاك ويسولفون معاك ويتغشمرون ويضحكون عادي، مو شرط أصور إن أنا مجبسة ولا ترى ما أمشي عدل، ولا أنا كل ما أقوم من الكرسي مثلا أنزف، ما له داعي أقول حق الناس أو ما له داعي أبرر حقه، فاللي بوصل له أوكي شيء طبيعي بالفيديو اللي جاي. الشيء الطبيعي اللي بالحياة إنه إذا في موظف عنده إجازة مرضية طويلة المدى أكيد لعذر طبي، خصوصا ما تكون طويلة، العذر الطبي إذا مدة طويلة يحولونه مجلس طبي، مجلس الطبي يشوف حالته يقرر إذا مرضيته ولا طبيته تمشي ولا لا، لأنه مو الموظفين يعني هذا قانونيا منه.
واحد مثلا يعاني من مرض، يعاني من شيء، يعاني من عملية، يعاني من شيء عادي، في مرضية، المرضية يودونها الدوام، الدوام إذا المرضية طويلة يودونها مجلس طبي، مجلس طبي يقرر إذا هو هذا صحيح ولا لا، هذا إذا كان الإنسان صحيح إنه هو مسوي عملية وشيء. بكل بساطة ما يصير أحد يقرر على أحد. أنا أشوفه يضحك، إنزين يضحك يضحك، ما راح يصور حق الناس إنه هو ملعون خيره. فاللي نحب نوصله من هالدرس، خلوا القانون ياخذ مجرى طبيعي، هذا شيء. شيء ثاني عادي في حريم، والله والله سالفه ثانيه، هم عن ما نعرف الشخصين بس اعرف السالفه. ساعات الحريم ما شاء الله يعني الله يعطيهم الصحه والعافيه اللي حملون، ترى مو سهل، هي السالفه مو سهله، بس هي تفرق من 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 التعب، التعب خصوصا بالبدايه يفرق من إنسانه وقدراته والثاني. فمثلا إذا واحدة تعبانة صج وايد قاعد تاخذ مرضيات وكذي، لأن أي ما تقدر، هو مو عادي، في ناس إيه دلع، في ناس لا صج ما يقدرون، سواء الدلع واللي صج ما يقدرون كيفهم. بس أنا هذه السالفة اللي أنا اللي ما أعرفها، أنا لما عملت ما صار فيني أنت غير، الفلانة غير، عادي مو كل الناس نفس. فالموضوع انت غير، انت ما شاء الله قوية وبطلة وجسمك يستحمل ويعطيك مليون عاف، ايه غير، يمكن ايه تتعب تدلع، بتدلع على ريلها شلون، خليها ليش انا لما ولا ولما في طيرة تاخذ المرضية وتروح الدوام، وهذا دلع، زين يمكن هي صدق تعبانة في طيرة ولا مريضة ولا جسمها ما يستحمل ولا عندها حالة، انت الحمد لله ما عندك، فما يصير تحكمين. صدقون كله ما ابي اقول، انا ماني قايلة، ماني قايلة، بس قلت اقول هالمواضيع يعني، اذا اللي عنده موضوع خل اسولف فيه بما اني ناطرة التصوير. اوكي يلا الحين ببطل الدايركت، اشوف شنو مواضيعكم والفذة في هذه المواضيع المرضية هذه المواضيع المرضية والمواقف اللي تحصل. ترى متافقة حلجي حاطة ديور، بس أحب أقول لكم يلا الحين ببطل دايركت. هذه المواضيع المرضية والمواقف اللي تحصل. ترى متافقة حلجي حاطة ديور، بس أحب أقول لكم يلا الحين ببطل دايركت. هذه المواضيع المرضية والمواقف اللي تحصل. ترى متافقة حلجي حاطة ديور. اليوم دكتور بدر معطيني سويت مكافئني، أوافق على سويت، معطيني أناناس بعد، معطيني تمر، مو تمر هذا رطب، اسمه رطب صح، أنا أصلا ما أكل تمر والرطب وكذي، بس مع دكتور بدر قاعد أكله من شي، أبي شي سويت يعني، من لما يوم أبي شي سويت يا ربع. وأنا قاعد أبطل الأشياء اللي قاعد أشوف مشاكلكم اللي واجهتكم عشان أسألك وأقول، ولا ناس حبايبي كاتبي لي عجزتي، مو ماخذة من عمرك حبيبتي، ولا واحد بالمية ماخذة من عمرك، ما عجزت الحمد لله، ماني عاجزة، كبرت صحيح ولكني ما عجزت، ماني عاجزة عن شيء ابدا، ماني عاجزة عن شيء، اقدر اسوي اشياء انت ما تقدرين تسوينها على فكرة. هاي لذيذة دكتور، هذه لذيذة، يمكن ضعفت بس ما عجزت دكتور بدر، شكرا هذه لذيذة، مرة ثانية تدزولي منها اكبر. اوكي يلا بنادوني حق التصوير.